خفت بريق المدينة العتيقة بتونس. أصابت جائحة كورونا أسواقها بركود غير مسبوق. لم يكن حال المدينة هكذا في شهر أيلول، شهر كان يحصي فيه باعتها غنائم موسم سياحي. عمر أحد حرفي الشاشية التونسية يخبرنا أن هذا الكساد لم يعرفه طوال 20 سنة في هذه الحرفة. عندي 20 سنة ما صارتش الحالة هذه. نورمالمون فما توريست، فما شوية حركة كذا، فما شيء لا فما لا توريست، حتى الجزيرية ما جاوش والليبية وبرشا عباد سكرت أحوانتها، خاصة الكاري ما عادش خالت على الكاري. نسبة البطالة في تونس وصلت إلى 18%، وانكماش في اقتصادها بلغ 21%. هي مؤشرات تنبئ بخطورة الوضع الذي وصلت إليه البلاد والذي لم تعرفه منذ الاستقلال. كل المؤشرات الآن تؤكد تراجع وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وتراجع الطلب الداخلي، وهذا خطير جدا على الاقتصاد الوطني. أزمة خانقة تعيشها تونس، فاقمت تردي الأوضاع المعيشية ووسعت دائرة الفقر. وضع خطط إنقاذ اقتصاد شارف على الانهيار بات حاجة ملحة، يقول الخبراء هنا. العديد من المؤشرات الراهنة تؤكد أن تونس تتجه نحو خريف اقتصادي واجتماعي صعب، ومراقبون يرون أن مسار الإصلاح سيظل رهينا مدى نجاح الحكومة الجديدة في التعاطي مع الأزمة الحالية. أميرة مهدب، العربي، تونس.